فضيلة الشيخ وفقكم الله، ويقول أيضا: وهل بنت زوجة أبي التي لم تتربى في حجر أبي تكون ربيبة كذلك؟ لا بأس، لا ما هو بلازم تربى في حجره، إنما هذا من باب الغالب، من باب الغالب، ولا هو بلازم أن تربى عنده. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.